أهلا بكم يا برج الميزان في التوقعات العامة لشهر نوفمبر 2019. هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله التوقعات العامة، أتمنى إن هي تعجبكم إن شاء الله. طبعا يا برج الميزان، لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة أتمنى إن أنت تدعمنا بلايك، كمان يشرفني انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب. كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. فخلونا نبتدي مع بعض ان شاء الله. طبعا يا برج الميزان دي قراءة عامة، مش شرط ان هي تنطبق على كل الناس، قد تنطبق بنسبة 50%، 100%، او ممكن ما تنطبقش خالص. طب كويس، يعني ده طاقتك العامة انت يا برج الميزان، يعني اعتقد ان انت متوازن في الفترة الحالية او بتحاول ان انت تتوازن، بتحاول تخلي في توازن في الاخد والعطاء. يمكن في الماضي انت كان عندك خلل في الموضوع ده، كنت بتاخد بزيادة او بتدي بزيادة، لكن في الفترة دي انت بتحاول تكون متوازن. كمان شايف ان زي ما يكون ربنا مبارك لك في الفلوس، وزي انت بتوزع كده على الناس اللي حواليك، والحمد لله يعني ربنا مبارك لك في الفلوس وكده، وبتجيب حاجات ناقصاك، بتدي الناس اللي حواليك فلوس، وفي وضع مادي كويس يعني. الحبيب هو برضو التوقف بنتيكلز، يعني هما اصلا كارتين ترابيين بس هما بشوفهم كروت برج الميزان يعني. فانت ممكن تكون بتتعامل مع برج ترابي او برج ميزان زيك، وهو كمان بيحاول يعمل توازن في الاخذ والعطاء، لكن اعتقد ان الموضوع صعب عليه، يعني مش زيك انت يا برج الميزان، يعني انت اكيد بتعرف تكون متوازن عنه. هو بيحاول يكون متوازن زيك لكن مش عارف، بس بيحاول يعني. ممكن برضو يكون محتار ما بينك وما بين حد تاني. ما اعتقدش يعني، هو ممكن يكون بيوازن ما بينك وما بين شغله او دراسة عنده او مسؤولية، مش شايف بالظبط شخص يعني. ويمكن هو مثلا كان بيهملك ومركز على شغله، كان بيهملك ومركز على دراسته، وانت شايف انه ما كانش متوازن معاك، فانت عاوز تكون متوازن. فهو كمان بيحاول يرضيك على فكرة، على الرغم من ان الموضوع صعب عليه يعني، لكن هو بيحاول. فخلينا نشوف ده هيمشي ازاي معانا في القراءة. هو انت يا برج الميزان زي ما قلت، انت ربنا مبارك لك قوي قوي في الفلوس، وجاي لك فلوس حلوة و في وضع مادي كويس. ممكن كمان يكون جالكوا ترقية، وكمان لو انتي ست ممكن يكون عندك حمل على فكرة. في ربنا مبارك لكم قوي يعني، وفي وضع مادي كويس، عندكوا ترقية، عندكوا فلوس. شايفكم برضو انتوا اللي واخدين يعني مثلا انتوا كلامكم هو اللي بيمشي على الحبيب، انتوا اللي واخدين السلطة، انتوا اللي قراراتكم هي اللي بتنفذوها. حتى لو انتي ست على فكرة، كلامك هو اللي بيمشي، واللي انتي عاوزاه هو اللي بيكون، وانتي صاحبة العصمة يعني. فزمام الامور في ايديكم انتوا، مش في ايد الحبيب، وانتوا اللي ماشيين العلاقة يعني. الشخص ده ثواني كده اشوف لكم، هو مش بالظبط متلاعب يعني الشخص ده اللي انتوا بتتعاملوا معاه، ولكن هو ممكن يكون متعدد العلاقات او مش بالظبط متعدد العلاقات، ممكن يبقى هو اصلا في اكتر من علاقة ومحتار مثلا، مش عارف يكمل معاك ولا في الحاجة التانية. مش شرط زي ما قلت الثيرد بارتي ده يكون شخص، ممكن تبقى حاجة، لان هو هنا برضو بيحاول يتوازن ومش عارف. فهو هنا برضو عنده حيرة يعني، اللي هو مش عارف يعمل اختيار، مش عارف ياخد قرار، وعلشان يختار حاجة لازم يخسر حاجة ولازم ينهي حاجة. فهو مش عارف بقى يعني، هو عاوزكم انتوا الاتنين، عاوزك انت وشغله،
او عاوزك انت ودراسته whatever يعني، وتقريبا انت ممكن تكون خيرته، فهو مش عارف ياخد اختيار وعنده حيرة. اعتقد ممكن يكون الشخص ده مثلا فنان، ممكن ممثل مغني، وانت معترض مثلا، ودي موهبة بالنسبة له وحلم، وهو مش عارف يتخلى عنه ومش عارف يعمل اختيار ما بينك وما بين حلمه ده، ومحتار قوي. يجوز برضو يعني، او ما شابه ذلك. زي ما قلت يا برج الميزان، انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ميزان زيك او اي برج ترابي، ممكن برج الثور، ممكن برضو اي برج مائي او هوائي يعني، وبرج العقرب برضو موجود. فدي الطاقات اللي موجودة يا برج الميزان. اما بالنسبة لوضعك في الشغل، فانا زي ما قلت انت ممكن يكون جايلك ترقية، بس اعتقد ان انت كان عندك قيود يعني، انت فضلت فترة طويلة يمكن مستني الترقية دي وفاقد الامل فيها. كان في ناس بتحاول ان هي تعطل عليك الترقية دي او تعطل عليك الفلوس اللي جاية دي، لكن انت بروحانياتك وبقانون التجاذب بتاعك قدرت توصل للي انت عايزه، وخدت اللي انت عايزه في النهاية، ووصلت لمكانة كبيرة قوي بعد فترة طويلة من التعب. ويمكن كمان كان عندك اعداء يعني، لكن انت عرفت ازاي تسيطر عليهم، عرفت ازاي ان انت تكون قوي وتوصل للي انت عايزه. وزي ما قلت، انا عندي احساس ان انتوا ممكن تكونوا بتشتغلوا في حاجة ليها علاقة بالفن، ممكن تبقوا مشهورين، معرفش يعني، عندي احساس ان انتوا بتشتغلوا في حاجة ليها علاقة بالابداع بالروحانيات يعني، ده اللي ظاهر قدامي. ممكن كمان تبقوا معالجين يعني، مش شرط معالجين روحانيين، ممكن تبقوا اطباء كمان. بس انا شايف ان انتوا وصلتوا للي انتوا عاوزينه بعد فترة طويلة من التعب يعني. كمان على صعيد صحي، انا شايفكم تعبانين قوي في يعني السفر، ظاهر قوي ممكن يكون في انتوا مسافرين لعلاج، مش شرط انه يكون العلاج ده عضوي يعني، ممكن يبقى علاج نفسي، مسافرين رحلة مثلا تعملوا استشفاء بسبب تعب كتير مر عليكم، ممكن برضو تبقوا مسافرين للعلاج يعني، لكن انا مش شايفها حاجة كبيرة. بس انتوا طلع لكم ان انتوا ممكن تسافروا بس عشان تغيروا مود، تعملوا هيلينج كده يعني، ودي حاجة كويسة. جو اهيد يا برج الميزان. على صعيد دراسي، عندكم بدايات جديدة، البدايات دي قوية جدا، وفي حاجة انتوا بتحبوها، ممكن تكونوا هتدرسوا الحاجة اللي انتوا شاطرين ومبدعين فيها دي، وانتوا اصلا هتموتوا على الحاجة دي يعني، فانتوا عندكم بدايات كتير حلوة، ابدأوا. والدراسة دي كمان هتفيدكم بعدين في شغلكم، وهتجيب لكم ترقية وفلوس ازيد كمان يعني، ف جو اهيد يا برج الميزان، ما توقفش. نصيحتك يا برج الميزان بتقولك خلاص يعني، فكك من الماضي اللي راح راح، ركز في البدايات الجديدة، ما تبصش للخسارات اللي انت الخسائر اللي انت مريت بيها. انت مريت بخسائر كتير في حياتك كلها، على أصعدة كتير كمان، لكن كل ده انتهى ان شاء الله، الجاي افضل، وال10 سيوف انت واخدهم كلهم يعني، ما فيش سيوف تاني خلاص، الجاي كله كويس ان شاء الله. خليك متفائل، اطلع الرحلة اللي انت عاوز تطلعها دي، ركز قوي على شغلك وعلى الموهبة اللي عندك، وربنا هيوفقك ان شاء الله يعني، وكمان عندك فلوس حلوة هيبقى افتكرنا منها يعني. فدي كانت القراءة العامة يا برج الميزان. هعمل دلوقتي قراءة المطلقين والمنفصلين، لو انت خلاص مش هتكمل معانا باقي القرايات، اتمنى ان انت تقول لنا رأيك في القراءة، اذا كانت انطبقت معاك ولا لا، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه. طبعا يهمني ان انا اعرف رأيكم كمان، اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. اوكي، هل يوجد رجوع للمطلقين والمنفصلين من برج الميزان لهذا الشهر؟
اوكي انتوا حاسين ان الشخص ده مش هيرجع لكم يا برج الميزان، يعني سواء انتوا او هو، لكن اصلا في الطاقة بتاعتكم انتوا طلع لكم البداية الجديدة، يعني فاللي هو الشخص ده راجع بقى، لان الشخص ده ممكن يكون توأم روح او توأم شعلة، انتوا الاتنين بتكملوا بعض والشخص ده راجع. ممكن تكونوا انتوا او هو حاسين انه خلاص بقى مفيش فرص تانية، لكن الفرصة موجودة والبداية الجديدة موجودة، وانتوا متواصلين قوي مع الشخص ده بالروح. ممكن الشخص ده يكون من برج الدلو او السرطان او الحوت. في عندي ابراج مائية ونارية، فممكن يكون اي شخص من دول يعني. اما بالنسبة للعزاب، خلينا نشوف هل يوجد حب قادم في الطريق لهذا الشهر أم لا؟ في شخص بيراقبكم، وعلى الأغلب برضو الشخص ده طالع من علاقة، هو هيجي يقدم لكم حاجة، ولكن احذروا منه، لأنه ممكن يكون بس عاوز ينساكم، ينسى الشخص القديم بيكم، وممكن أصلا يكون هو قدامه أكتر من شخص ومحتار مش عارف يختار يعني، واحتمال يكون الشخص ده بس بيستخدمكم كريباوند يعني، ففكروا كويس قبل ما ترتبطوا بالشخص ده. يعني لو كان طالع من علاقة، اعرفوا انه هو ممكن يكون بس بينساكم، بينسى الشخص القديم بيكم، بمجرد ما يتناسى هيسيبكم ويمشي، فاحذروا. ممكن يكون الشخص ده من برج عقرب او اي برج مائي او ناري. اوكي، فدي كانت قراءتكم يا برج الميزان. اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في القراءة، اذا كانت انطبقت معاكم ولا لا، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه. طبعا يهمني ان انا اعرف رأيكم. كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات، تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. متشكر جدا ليكم يا برج الميزان، وبتمنى لكم كل السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.